أحييكم من استاد القاهرة الدولي وننقل لكم المباراة الثانية للفريق الكبير نادي الزمالك مع فيتال أو. وفي استاد القاهرة حوالي 25 ألف متفرج النهاردة عشان يشدوا من أجر الزمالك. تعرفين دي المباراة الثانية. ينتهي كلام جمهورية مصر العربية ويعود الأستاذ يوسف الزين نائب رئيس المجلس الأعلى للنيابة عن الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس، الأستاذ سعيد كشمة رئيس الرياضة، المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك سعادة سفير دولة البروندي، والأستاذ حسن أمين مدير عام الأستاد. وراح لفريق توصل قدام عدل وشرح وهوبا يا ملعب حميد يلا 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 لا لا خش في الجول. كان هو والجول فرصة العمر راحت للزمالك. أول ثانية اثنين رجعها جمال عبد الحميد. معلش أول كورنر في الماتش اتلعبت قصيرة وبتتلعب هوبا جول 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 جول. الزمالك واحد وعوض الجول عوض الجول عوض الجول اللي عليه أول دقيقة. برافو بيطلعها من كان منتهى الخطورة قدام الجول كان منتهى الخطورة واي واحد كان يقدر يحطها في الجول. اتلعبت صغيرة وماشي هيرفع برة بيلعبها سكرو برة في الشبكة من برة. لا صعب قوي تيجي جول من الحتة دي صعب. وفات 22 دقيقة. ده ملعب حميد يمشي كويس ومشي من الثاني كويس شنكل الاولاني حاول يشنكله ما عرفش فالحكم ادى الادفانتج رول. اتلعبت اوام الى طارق يحيى وبياخد له مطرح بلاستيك والسويس كل الأندية دي والمنصورة والمنيا يا ملعب حميد أمبابا يا لا 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 كورنر كان في فرصة كبيرة الجول الثاني كان يفرق معلش هذا لعب واحد معلش تعادل من واحد لكن قريب تتاخد منه وتتلعب طويلة كويسة ويخطفها الزمالك ودي بيرجعها وحش قوي لعادل مامور ما عرفش يوقفها والحمد لله انها راحت كورنر. لو كانت تحت الجول ما كانش يقدر يعمل لها حاجه. لعبت اوام الاوت في صالح كورنر اوت اوت اوت
من الاول، اوت من الاول، هم بيجروا على الكورنر لكن هي اوت من الاول. وبيصفر الحكم وينتهي الشوط الاول بفوز نادي الزمالك 2-0. وعلى يمينك نادي فيتال او، وعلى شمالك نادي الزمالك. وابتدا الشوط الثاني وفيتال او سنتر، وبترجع ورا محمد صلاح كابتن الزمالك. طويلة عند طارق يحيى، طارق يحيى لا صغير. عماد امام بيذيع راديو النهارده. خدها ايمن، طويلة قدام، طويلة قدام، مشي مشي وراس الجول. هيحط الجول الثالث، لكن ناصح وراه عارف واحد بياخدها. اشرف قاسم قاعد يلعب لوحد، هيلحقها هيلحقها وهيلعب الاوفر، والاوفر الدور ده اهو. في المباراه جول جمال عبد الحميد، جول ما حصلش. عادل عبد الواحد جمال عبد الحميد من فرحته، شوف رايح الهاتريك من الفرحه عند الجمهور. بقى هاتريك، بقى جمال عبد الحميد هاتريك النهارده. الكابتن محمود الخطيب، كابتن الكبير محمود الخطيب، كان هاتريك في بطولة افريقيا الجمعة اللي فاتت، وجمال عبد الحميد الدور ده هاتريك. يبقى النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي بيمثلوا الكرة المصرية في افريقيا ان شاء الله نتمناهم كل خير. 4-0، 4-0. الجارية بتاعت عادل عبد الواحد كانت جميلة، والاوفر جميلة، وخدها دوتها دايركت. بص بقى جمال عبد الحميد هيعمل ايه، بص شوف هو طاير في الهواء بيعمل ايه، هوبا هي جوه الجول. يا سلام يا سلام يا سلام. 4-0 في صالح نادي الزمالك، وباقي لسه قدامنا 33 جول في الرد. هوبا كورنر، كورنر، شوطه رصاصه وصده، شوطه حلوه وصده حلوه. هل هيحصلها؟ هاي يلا وجوه، على مالك بقى يا جمال من خمس. يا 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 برافو، وبرافو ماكنزي الحقيقه، برافو ماكنزي، انقذ جول اكيد، انقذ جول اكيد ماكنزي. لعب طويله من وراه، من وراه هيتلعبها، هيلعبها فاول. برافو، فاولات كتيره قوي قوي. لاعبتنا واقع لاعب وراح عادل عبد الواحد. امشي يا عادل، امشي يا عادل لحد ما يتعالج اللاعب دكتور. العب يا شيخ بقى، انت حسيت ليه؟ العب دايركت بتاع الدور اللي فات تيجي جول. التنافيس باين على الوجوه. 4-0، عاوزين عاوزين ايه؟ طبعا التنافيس باين على اعضاء نادي الزمالك كلهم دول. كلهم من ناحيه اليمين، لعبه بيمين ومن ناحيه الشمال، وتطلع فوق، اوبا بره. كورنر من الناحيه الثانيه، كان في منتهى الخطوره اللعبه دي فعلا. الزمالك وتاني بتتلعب من وراه، هيمشي وجمال عبد الحميد في يمينه، جمال عبد الحميد يلا اديله، ومشي مشي يدي جمال عبد الحميد بقى، ادى الناحيه الثانيه ومشي. طارق يحيى، طارق يحيى مشي، طارق يحيى مشي، ولعبها في النص وتقع من ايد الجول.
تخش جول فهي جول. طريق يحيى طبعا اهو هتشوفها اهو، شوف طريق يحيى اهو لعبها، شوف بتطلع من فوق جت في ايد مكانها وضربت في القائمه اهي اهي ودخلت جوه اهو سايبها اهي جوه جوه خالص اهي اهي جوه خالص والكاميرا باينه وكله تمام التمام. 5-0 شكرا للاعاده الجميله دي. 5-0 الجمهور بين ده بيقول رؤى كابتن فاروق جعفر بيسخن، فاروق جعفر بيسخن وباقي لسه 28 دقيقة. ادي حسن شحاتة معرفش اعصابه طبعا خلصت الراجل، انا بقول اعصابه خلصت هو صاير بيقول اعصابه انتهت. 5-0 ثانية قبل ما يطلع ايمن يونس. محمد صلاح انا عشرت الكابتنية واداها للكابتن فاروق جعفر، روح جميلة قوي بتتمثل في لعيبة الكورة. ايمن يونس الجمهور بيحييه تحية جميلة قوي، جاب جول وكان هيجيب جول في اخر ثانية وهو خارج. محمد صلاح وطارق، طارق طبعا راس السلوك المثلث وطارق تاني بيفوت بالتاني والتالت وهيلعبها بره اهو. ايه بصوت لما تنزل يا 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 اللعب 5-1 كان 5-0 ولسه فاضل 13 دقيقة. الجول ده يصحيهم شوية يخليهم ما يتهاونوش تاني ويلعب ويجيب. 5-1 برافو بيتان، مش يائس وهو 5 بيلعب وبنحييه ان هو مغلوب 5 يبقى يجيب جول وجايب جول هناك، يبقى جايب جولين لغاية دلوقتي، 2 وجري من ناحية الشمال يلعب لواحد، يلعب لواحد من واحد باقتدار وفاول في سقف. كارت الاحمر بقى اخر فاضل لسه دقيقتين وفاولات كترت وانذارات كتيره قوي، فاول واحد كارت الاحمر طلع وباقي دقيقتين ما كانش فيه لزوم ابدا بتاني يلعبوا الفاولات دي كلها. جاي جري اهو نمره 4 ماشي وبيديها لنمره 7 لفومبينا، لفومبينا بيعدلها وبيديها الملك تاني هم بقى جول جول جول. جت في باك عادل مامور الحقيقه مالوش ذنب فيها، كان رايح يمسكها جت في ظهر باك من بتوع الزمالك وغيرت اتجاهها، هتشوفها الوقت اهو. بص اهي خد بالك بقى اهو مالك اهو هيشوف اهي، شوف اهي جت في دماغه، جت في دماغه وراحت غيرت اتجاهها. مجموع الاجوال جايبين 3 لان جابوا هناك 1 وهنا 2. صفر الحكم وانتهت المباراة. محمد صلاح اهو ماشي وهينزل يخرج مع فرقته الحمد لله. سيداتي انساتي سادتي بكده يطلع فريق الزمالك الى الدور قبل النهائي عشان يلاعب الجيش المغربي باذن الله في الدور قبل النهائي. بنقول لنادي الزمالك مبروك وقبليهم سبق النادي الاهلي وبالتوفيق للكرة المصرية.